وصلنا معكم متابعي 24 جرات إلى فقرة ترند، ولهذا المساء نتحدث عن الصحافة السودانية بين الواقع المرير والوضع الاقتصادي والأزمة الكبيرة للضمير فيها. مجموعة من المحاور نحن حنتكلم فيها بصحبة ضيف كريم الأستاذ وزميل أيضا الأستاذ الصحفي معاوية الجاك. نحن يعني سعيدين بانضمامك لنا، وبرضو بنحزن أن نتكلم عن الصحافة بواقع مرير. حبيك ومساء الخير، مساء الخير على كل المتابعين لفضائية السنة 24، ونتمنى على الصحافة صالح إن شاء الله قبل نخوض. خصوصا أنه وأنا دائما في كل تعريف لي في الصحافة أو عن الصحافة أنه الصحافة السودانية دي هي اللي بدأت حركات التحرر في إفريقيا وقادت نضال ناس جومو كينياتا وغيره من الشخصيات. بنتمنى أنه الحاصل الآن ده يكون زي الخطوات تنظيم منها نطلع لواقع أفضل ولتأثير أكبر للصحافة السودانية. نتمنى أنه الصحافة السودانية يكون عندها قيمتها. نعم. عندها قيمتها وتأثيرها من خلال الاستجابة لما تكتبه وتطالب به الصحافة السودانية عموما. وزي ما ذكرتي يا ميسون، برضو فعلا الصحافة السودانية ممكن نقول تاريخ عريض. صحيح. على مستوى أفريقيا عندنا قامات كبيرة جدا أسست للصحافة السودانية. عندنا أبو الصحف أستاذ أحمد يوسف هاشم. صحيح. عندنا يمكن حتى على مستوى العالم العربي عدد من الدول، يمكن حتى تأسيس الجانب الإعلامي تم بواسطة خبراء إعلاميين سودانيين بصورة. صحيح. كبيرة جدا. صحيح. بصورة عامة من الإعلاميين السودانيين عندهم أثر. صحيح. على المحيط. صحيح. العربي، يعني خلي المحيط المحلي. لكن احنا بنتمنى انه تهيئ بيئه صحيه سليمه للصحافه السودانيه حتى تكون بالدور المطلوب منها. والبيئه طبعا تفاصيل كثيره جدا لو جينا فاصلين احنا حنتكلم عنها، وخصوصا احنا لما نتكلم عن الصحافه السودانيه بنقصد كافه اشكال الصحافه، سواء كانت مسموعه، مرئيه، مقروءه، وحتى الصحافه الالكترونيه ظهرت. احنا عايزين نتكلم عن سبب المأزق الواقعه فيه الصحافه السودانيه. ونحن فقط الوضع الاقتصادي هو المشكلة اللي بدأ عاني منها، والأزمة بصورة عامة الصحافة السودانية ما بتنفك من الأزمة العالمية. في العالم عموما الصحافة الورقية تحديدا تعرضت لانتكاسة كبيرة جدا من خلال يمكن المؤثر الأكبر انتشار الميديا الحديثة. صحيح. صورة الجديدة يمكن زي تغورت على الصحافة بنسبة أكبر. الصحافة الورقية يمكن في السابق الناس كان بينتظرها كل صباح جديد أو كل مساء جديد، لكن حاليا نحن نتابع الأخبار كله على رأس كل ثانية. صحيح. يمكن الحقيقة أثرت بصورة كبيرة جدا من أكثر من مصدر كثير جدا. حتى يمكن الميديا تغول على الصحافة الورقية أكبر، يمكن أصبحت الصحافة الورقية مصدر لهذه الميديا بصورة كبيرة جدا، دون الإشارة لحفظ الحقوق الأدبية للصحافة الورقية. في صحف عالمية لها صيت كبير جدا يمكن توقفت عن النشر، تراجعت مبيعاتها بصورة كبيرة جدا. بصورة عامة يمكن نقول الشيء اللي بيحصل في السودان هو يمكن عنده علاقة بالشيء اللي بيحصل في العالم عموما. لازم الاقتصاد يمكن يكون له دور بعض الشيء، لكن التأثير الأكبر زي ما ذكرت لك على مستوى يمكن الميديا الحديثة أثرت بصورة كبيرة جدا. لكن رغم ده يمكن الناس ما زالت صامده وصامته رغم تكاليف الانتاج اللي بقت، رغم الكلفه الباهظه جدا لصناعه الصحافه السودانيه. نعم. وبتكابد وتقاوم وحيده. للاسف الكبير الحكومات المتعاقبه في السودان يمكن نقول ما قدمت للصحافه السودانيه المعينات المطلوبه من خلال يمكن نقول تخفيض الضرائب على المستوى الجمارك، من خلال على مستوى مثلا مجلس الصحافه المطبوعات، من خلال تهيئة البيئة، من خلال تقدير العناصر التي تهتم بالصحافة الورقية، من خلال إقامة الدورات التدريبية داخل السودان وخارج السودان. دي كلها يمكن نقول معوقات عانت منها الصحافة الورقية كثير جدا. ممكن برضو نقول المعوق الأكبر كان من خلال تغييب المعلومة من الجهات الرسمية. الآن الصحافة بتشكو من أنه المسؤولين بصورة عامة، مسؤولين سياسيين، بيحجموا عن رفض الصحافة الورقية بالمعلومات المطلوبة، كأنما هي منا أو هبة. نعم. منهم، رغم أنها حق أصيل للصحافة أنه تعكس الشيء الحاصل ما دام أنت مسؤول وبتعبر عن جمهور. نعم. برضو يمكن الصحافة اللي ممكن نقول لك الورقية في العهد البايد عانت بصورة أكبر من خلال. صحيح. يمكن نقول المحاربة سوق الإعلان. صحيح. الملاحقات الأمنية بصورة كبيرة جدا.
الرقابه اللي كانت تقول تجاوزت الحدود، الرقابه من الجهات الرسميه تجاوزت الحدود، دي كلها يمكن نقول اقعدت وعطلت الصحافه على الرغيبه صوره كبيره جدا، الحقت بها خسائر فادحه جدا. يعني لك ان تتخيل انه الصحيفه بعد تطبع بيتم مصادرتها، مصادرتها بعد الطباعه، يعني ما بتصادر، ممكن ما بقول لك يعني توقف الطباعه قبل تمشي المطبع، دي كلها يمكن اثرت في الصحافه بصوره كبيره جدا، بجانب زي ما ذكرت لك الضغط بسوق الاعلان. نعم المحاربه دي حاجه صح. يعني انه المبيعات احيانا بتكون يعني تكلفه شراء الجريده للقارئ ما بتغطي، فبالتالي الجريده بتعتمد على الاعلانات الممنوحة. نعم بصوره كبيره. طبعا المعلومه المفروض يعرفها كل الناس انه في الفتره الاخيره ايا كان نسبه التوزيع ما بتغطي كلفه الصناعه، ما لم يكون هناك سوق اعلان رائي ويكون بالتساوي لكل الصحافه ما دام وحق. لكن انت اذا اعتمدت على سوق التوزيع فقط اكيد ما حتقدر تواصل، حتقف في نص الطريق. والمكتبه السودانيه حتكون خسرت منبر اعلامي مهم جدا يساعد في التقويم وتصويب الحكومات وعكس مشاكل المواطن السوداني بصوره يمكن نقول كبيره جدا. طبعا الصحافه هي بتعكس تنمية المجتمع والموجود فيه، وكمان بتسوق للشخصية السودانية للعالم، لأنه إلى الآن الصحافة السودانية عندها عقول مهمة وكبيرة، لكن مع الأسف الكبير هي هاجرت، وأثر الهجرة عايزينك تكلمنا عنه بالنسبة للصحافة السودانية وكمان بالنسبة للصحفي، خصوصا أنه أنت عندك تجربة في الهجرة. يمكن اقول لك الهجره طبعا هو حاجه يمكن اقول فينا حاجه اصل للصحفي انك تبحث عن فرصه عمل خارج السودان، داير تغير وضعك بصوره كبيره جدا، لكن الصحفي لو كان لقى تقييم مناسب داخل السودان ما بيضطر للهجره. طبعا الهجره قاسيه جدا اللي زول جربها، يعني ايا كان القيمه الماديه اللي انت تقاضاها خارج السودان، لكن كونك تكون منفصل من المجتمع السوداني خاصه انت صحفي، يعني الصحفي بيستمتع من أن يكون داخل المجتمع، صح، تكون في الشارع مع الناس، تكون في القهاوي، تكون في المناسبات، الأطراح، الأفراح، تكون في اللسات، في الكورة، دي كلها يمكن دي حلاوة الصحفي، بيستمتع إنه بتعكس الحي، بتكون في قلب الحدث. لكن أنت لما تكون برا السودان حتى بتكون متواصل إنك بتكتب، ما بتكتب بالصورة المطلوبة، صحيح. يعني جوا السودان ما زي برا السودان، الناس اضطرت يمكن ورغمت انها تهاجر برا السودان، وناس في عندنا زملاء، نعم عندنا زملاء هاجروا في سن مبكره جدا، صحيح، يعني ما قدروا حتى يمكن اخذوا الخبره المطلوبه اللي بتخلونه مثلا يحكوا الصوره زاهيه جدا عن الصحافه السودانيه في الخارج، مشوا بخبرات قليله، صحيح، رغم انه سبقوهم ناس مشوا بخبرات ممتازه جدا جدا. نعم يعني احنا بنرجع نقول انه طبعا المواطن في مسيرته الحياتيه بيبحث عن الافضل دائما، صحيح، والافضل في السودان على المستوى الصحفي غير موجود اطلاقا، يعني الافضل موجود خارج السودان. الأزمة كبيرة جدا أستاذ معاوية ما بين الهجرة والهجرة، في صحفيين تركوا المهنة كثير جدا، يمكن أقول لك الحاجة دي زايدة، والفترة المقبلة بالذات يعني الصحافة الورقية أنا ما أقدر أقول لك مثلا في إلى زوال بصورة كاملة حتكون موجودة، لكن ما حتكون بنكتة القديمة، نعم، ما حتكون بصيت السابق الموجود تأثير القوي. في زملاء كثيرين يمكن خشوا السوق، أقول لك لانه اي كان الاجر اللي بيتقاضوه ما بيفي بالتزاماتهم الخاصه تجاه اسرهم، حتى لو على المستوى الخاص انت عندك التزام اسري برضه ما بيفي لك بالتزام المطلوب. لانه المؤسسات الصحفيه بقى ما عندها القدره انها توفر لك العرض المجزي، يعني الظروف المحيطه بالصحافه نفسها ما عندها الحق ده، حتى يمكن الصحفيين بيجوا يقدروا الحاجه دي بالنسبه للناشرين، بيجوا ينسحبوا يتساقطوا شوية شوية بدون ممكن ما يطالبوا بحقوقهم. في زملاء ممتازين جدا عندهم قدراتهم، للأسف الكبير خسرتهم الصحافة وربحهم السوق، صحيح، سوق الله أكبر زي ما احنا بنقول بالبلد التجارة، نعم، لأنه الناس بقت تقول لك أنا أخذ لقمة عيش، يعني حتى الظرف الاقتصادي الخانق جدا عنده يمكن المرتبة اللي بدي لهم ما يودي لهم مثلا طفل الحضانه، ما ودي الطفل الرياضه الاطفال. تفتكر يا استاذ معاويه يعني حتى يعني من سنين طويله الاجور الممنوحه دوما للاعلاميين اللي هو الصحفي عموما سواء كان تلفزيوني او اذاعي او صحافه مطبوعه تعتبر اجور زهيده جدا جدا، السبب شنو وليه الصحفيين راضين بالوضع؟ هي طبعا يمكن اقول لك الاجور الزهيده دي يمكن نقول زي هي متوارثه
من قديم جدا على عكس العالم طبعا. يمكن اقول لك المفارقه عندنا في السودان دائما الاجر العالي بيلقاه الكاتب ما بيلقاه الصحفي المحرر اللي بيدعب اللي بيعمل التحقيق من بيكون ملهم للكاتب انه يكتب منه مقال وراتب يتميز به بيجيب لك الخبر ممكن يكون مصدر وحي للكاتب انه يكتب منه مقال وبصوره راتبه جدا يعني يمكن الحاجه دي متوارثه من المصريين بصوره كبيره جدا ما عندها علاج حتى على ما ممكن نلقى صحفي اثنين دل المبرزين عندهم اجر ثابت لكن رغم الاجور الزايده والمعاناه دي بنلقى الصحفيين متمسكين بالمهنه اللي حبهم ليها يعني مهنه الصحافه طبعا بتختلف من اي مهنه ثانيه يمكن انت تشتغل مهنه لو ما ادوك اجر مناسب تمشي للمهنه اللي بعدها في نفس الكار لكن مهنه الصحافه ما بتقدر تغير منها تمشي لمهنه ثانيه حتكون قاعد اللي انت بتحبها فعلا صحيح لانه يمكن اقول لك المهنه الوحيده اللي بتعتمد على حبك ليها لانك انت بتهواها دائما الانسان بيجاب رغبه يمكن الزول يكون شغال في بغاله ما ادوك اجر مناسب يمكن بكره تمشي تشتغل في مكتبه صح ما ادوك اجر مناسب يمكن بكره تشتغل كمساري في حافله ما يشكال في النهايه ده لك مقابل معين لكن حبك لمهنه الصحافه بيخليك انت تضحي بالاجر الزهيد ده يمكن ما يغطي لك ال 30 يوم مواصلاتك وشراب التزاماتك الخاصه بعد ذاك تجاه نفسك تجاه اسرتك بصوره كبيره جدا لكن الضغط العالي جدا المعاناه الاقتصاديه خلت الناس يمكن يتنازلوا ويتجاوزوا مربعين انك انت حبك للمهنه يخليك تقعد صحيح وتواصل لانه يمكن السنتين الاخيرات ديل تحديدا يمكن نقول المعاناه وصلت يمكن ذروتها نقول في السودان تحديدا ويمكن بكل باقي العالم لكن عندنا تحديدا السوق الزايد والمرتبات الثابته والمرتبات المتراجعه بصوره كبيره جدا دي كلها خلت الناس مثلا يحجموا يمكن انا اقول لك حاجه غريبه جدا يمكن لغالبيه الصحف الورقيه الان شغاله الصحفيين مشتغلوا من منازلهم صحيح يعني دي انا صحيح. بفتكر دي ماساه صحيح قيمه الشغل الجميل انك تكون انت في الميدان التحقيق انك تخش المكاتب تطارد التحقيق تلاحق المصادر بتاعتك تجي في المواصلات بتلقى لك الهام لفكره صحيح. انك تشتغل لكن للاسف الكبير بيكون شغالين في بيوتهم بيشتغل ماده برسل في الوصال في جروب الصحيفه يعني دي بتكشف لك انه هي طبعا المرحله البعيده الصحفي كثيره يعني من الاجور لحد ما انت قبل تكلمت هو طبعا موجود في الصحافه عموما اللي احنا بنسميه الجيت كيبر اللي هو حارس نعم. البوابه نعم. لكن اول هو الرقابه أيوة. لكن بتتحول لشكل اخر في ظل الدكتاتوريات والمجتمعات في الدول العالم الثالث عايزين كمان نتكلم لانه محاوري كثيره والله يا استاذ محمد لا مشكله فانا اسفه انه قاطعتك عايزين نتكلم عن الموانع والكوابح اللي بتمنع العمل الصحفي في شكله المتكامل ما بعد الثوره والله يمكن اقول لك هي البيئه يمكن اقول لك يمكن بتشكل يمكن عقبه كبيره جدا يمكن نعم. اقول لك كابح معوق رئيسي الأزمة الاقتصادية الأخيرة على مستوى العالم السودان أثرت جائحة كورونا يمكن أثرت بصورة كبيرة جدا ما ذكرت لك قبل تغول الميديا على الصحافة الورقية أثرت بصورة كبيرة جدا إنه ما يكون عندها رواج المطلوب برضو ذكرت لك محور مهم جدا غياب المعلومة بصورة متعمدة من المسؤولين يعني الصحافة بقت ممكن بلا قيمة يمكن في العبارة الأشهر بيقول لك ده كلام جرايد انا لما اقول لهم العباره دي فيها ظلم كبير جدا للصحافه صح. الورقيه هي الناس بتعاملوا معها كانه الجريده بتقول بتكذب نحن لو بحثنا في العباره دي ونقبنا بنكتشف انه بيكذب هو المزول اللي انا بحكي كلامه يعني الكلام اللي بيقول لك ده كلام جريده ده ما كلامي انا كمؤسسه صحفيه او كجريده ده كلام مزول انا بحكيه نعم. يعني انا لما بيقول لك مثلا مزول تكلم عن من المزولين في اداره الكهرباء يقول لك مثلا ده اخر شهر في القطاعات بعشيه يجي المواطن بيدعى جريدة كده يقول لك ده كلام جرايد صحيح وده ما كلامي انا ده تقول كبير على الكهرباء يعني دي كلها يمكن معوقات وكوابح خلت الصحافه يمكن ما تمشي لقدام الحاجه يمكن للاسف الكبير والحاجه نحن يمكن اقول لك انه الصحافه ما في اشراقات ما في ضوء في اخر النفق يمكن الناس تتمسك به وممكن نقول لك قدام في بشريات يعني الحال ماشي لاسوء صحيح عندنا بصوره كبيره جدا صحيح. على مستوى الصحافه الورقيه وزي ما ذكرت لك قبل يمكن ما حتكون الا زوال بصوره كامله لكن حتراجع بصوره كبيره جدا احنا حنبقد احنا حنقوم نراهن على محبه الصحفيين للعمل ما كفايه يا ميسون هي ما كفايه ولسه في حاجات اخرى مواجهه زي المهدد الامني للعمل الاعلامي برضو عايزاك تتكلم لي عنه وطبعا انا افتكر حاليا المهدد الامني يمكن اقول لك زال بصوره كبيره جدا يعني
نحن لو عملنا مثلا مقارنه عما كان عليه في السابق صح. المهدد الامني زال بصوره كبيره جدا، يمكن تقترب من نسبه اقول لك 100% في حريات، لكن للاسف الكبير الصحافه ما قدرت استغلت هذه الحريات انها تتحرك فيها بالمساحه بالصوره المطلوبه اللي ممكن من خلالها تقدم بها خدمه للشارع، خدمه للمواطن السوداني، لانه مساحه الحريه دي وغياب القبضه الامنيه جات في زمن بعد الصحافه خلاص تراجعت بصوره كبيره جدا. يعني الصحيفه اللي كانت تطبع لها 60-70 الف نسخه الان تطبع لها 2000 نسخه، حتى التاثير ما بيكون بالصوره المطلوبه مستقبلا. حتى ممكن اقول لك حتى على مستوى الجانب التحريري في الصحف برضه انا بحمله المسؤوليه، انت بعد الخبر بقى متاح عبر الميديا في ظل النقله الحديثه جدا للوسائط الاعلاميه، يعني شيء انت هنا بعدك يفترض تواكب، انا ما اقول له انا الصحافه السودانيه يفترض تواكب تغير نهجك، اتجه لصحافه التحليل، صحافه التحقيقات، شوف المواطن داير شنو، الشارع فيه شنو، صحافه الخبر دي انا افتكر انتهت صح، الا يكون بعدك خبر حقك انفراد تقديم يمكن من خلال النهجه دي يمكن تقدم خدمه بتساعد بتوصل صوت المواطن للاجهزه الرسميه وبتعين الاجهزه الرسميه من خلال تبصيره. لكن برجع واقول لك انه الصحافه ما تحركت في المساحه مساحه الحريات دي بالصوره المطلوبه. نحن بنتمنى انه مساحه الحركه تكون اكبر واعمق من خلال تناول هم المواطن. صحيح، خصوصا انه المكتب اللي كان مخصص للمبعوث جهاز الامن في الصحف انتهى الموضوع ده بصوره كبيره جدا، والقلم اصبح فيه يعني مساحه اكبر. لكن للاسف الكبير المعادله دي يمكن اقول لك يعني جات في زمن صعب جدا. في السابق يمكن الصحافه كانت بخير، كانت منتعشه رغم الملاحقات والمطارده، لكن المرات بيلقوا طريقه بحكم خبرتهم بيقدروا يمكن يزوغوا من الملاحقات اللي يوصلوا صوتهم بصوره كبيره جدا صح. لكن حاليا يمكن يعني الحريات جت في زمن الناس فترت يعني الجسد الصحافه السوداني انهك بصوره كبيره جدا صح. بقى ما في زمن، ما في رغبه، ما في نفس عشان الناس تقدر تشتغل بصوره المطلوبه. يعني الصحفي ما بنقدر نفصله من المجتمع يعني باي حال من الاحوال، عنده اطفال وعنده التزامات البيئه المحيطه صحيح. البيئه المحيطه صحيح. يعني لك يمكن اقول لك الامر، هل تعلم انه في صحفيين مرتبهم 1000 جنيه او 2000 جنيه؟ نعم تصدقي؟ طيب بصدق انا ما شغاله معاكم استاذ معاكم قلت لك يعني 1000 و2000 كصحفيه يعني مو الصحفي ياخذ 1000 جنيه و2000 جنيه الان المواصلات يمكن في اليوم ده لك 500 جنيه عشان تصل الجريده صحيح 500 جنيه في اقل تقدير صحيح يعني داير منه شنو انت؟ صحيح يعني حتى في البيت لو 2000 جنيه بتديه 3000 لو قاعد في البيت بيرسل لك صحيح. نت لو عايز ينشط النت عندنا احنا شركات الاتصالات كل يوم الناس زايد يمكن اسبوع 3000 ما تقضي صحيح هو بيحتاج لها دي مشكله كبيره جدا يعني في معوقات المعوقات دي بقول لك اكبر من مساحه الحريه يعني احبطت حتى لو قلنا احنا بلت قلت لي في مساحه حريه القبضه الامنيه الغابه دي يمكن الناس تتحرك فيها لكن للاسف الكبير في المقابل الاحباط الموجود حتى الاحباط النفسي الموجود اكبر من اي شيء نعم. يعني احنا نرجع نقول احنا شفنا الان الصحافه البديله المواقع الالكترونيه الصحافه الصحف اللي بيعتذروا الكترونيا نعم رقم رئيس سالف في جزء كبير جدا منا نحترمه له هم زملاء واخوان لكن افتكرهم يعني مواقع او صحف الكترونيه بلا رقيب ودي حاجه خطره جدا خطره صح يعني افتكر لو ما مثلا المواقع الالكترونيه والصحافه الالكترونيه دي لو ما تم التصدي لها وتهذيبها وضبطها رغباتها بصوره المفروض يمكن تكون مهدد لامن البلد. وبعد كده الامر بقى سهل اي شخص ممكن يعمل صحيفه الكترونيه بصوره كبيره جدا دي الخطوره هنا ده. صحيح يعني صحيح. ما في رقيب ويتناولوا فيها اخبار خطيره جدا وبتاثر على المجتمع بصوره من حتى نحن لو الناس اللي مثلا بيتكلم انه السودان اصبح بعد يمكن ثوره ديسمبر يمكن البلد بقت مفتوحه صح يعني بقت عرضه لاي شيء الاغراض بقت كثيره صح وقد يكون في استهداف خارجي كمان بصوره كبيره جدا عشان كده نحن مثلا الصحافه الورقيه المسؤول منها مجلس الصحافه والمطبوعات هو الرقيب صحيح يعني يمكن من اكبر مسؤوليات حمايه المجتمع من الصحافه الورقيه صح. الصحافه الورقيه مهما يكون لسه مثلا بالمعاناه دي بخير صحيح وبعدين يعني في احنا جهة كان في 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 جهه حارس نعم. عليها صحيح لكن ورقيب لكن احنا لو جينا للصحافه الالكترونيه ما عندها رقيب ما تابع لاي جهه وبعدين يعني الصحفيين اللي بيمارسوا فيها الصحافه مع الاسف الشديد ما بيكون عندهم الخلفيه الاساسيه احنا زمان كان عندنا في مجال الصحافه اللي امتحن القيد الصحفي ده امتحن وجلس للامتحان مميز اكثر من المنح له القيد نعم وكان عنده مكانته واحنا بنكون عارفين منو اللي امتحن من المنح له انا عايز امشي لجانب اخر من الصحافه اللي هو جانب الاذاعات
وتحول عدد كبير من الإذاعات المسموعة إلى إذاعات تبث عبر الإنترنت ويكون عندها بث مباشر. فعايزة أتكلم عن النقلة اللي حصلت، هل عندها تأثير إيجابي؟ هل أثرت في شكل المحتوى ووصلت لجمهور أكبر؟ الصحافة الإذاعات الإفم ولا؟ الإفم نعم. طبعا الإفم بقت هي البديل يمكن نقول بصورة كبيرة جدا للإذاعات اللي كانت في السابق. نحن يمكن لما كنا صغار كان في إذاعة أم درمان. صحيح. يعني إذاعة درمان بأبغى وعبير الجميل، يعني الزول لما يكون حاضن الرادي يتسمع قناة أم درمان في السابق أم الإذاعات. نعم هي الأم. بعد شوي يمكن الغزو حصل بصورة كثيفة جدا من إذاعات الإف إم يمكن بطريقة ما عادية. برضو ما ينطبق على الصحف الإلكترونية والمواقع الإلكترونية ينطبق على إذاعات الإف إم. أنا قبل لما ذكرت لك إنه بعضها يمكن ماشي مسار خطر جدا. برضو إذاعات الإف إم ما كلها، عشان إحنا ما نرمي اللوم أو التهم على الإطلاق، في إذاعات ممتازة جدا جدا يمكن نقول على مستوى السودان قدرت التواصل من فترة طويلة، لكن بنفس الشيء في إذاعات بعيدة كل البعد عن الشيء المطلوب تجاه المجتمع السوداني، بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. يعني إحنا مهما يكون إنت عملت إذاعة في السودان المفروض تراعي خصوصية المجتمع السوداني، مش تعمل إذاعة داخل تبث داخل المجتمع السودان وهي يعني ما تبثه بيكون ما عنده علاقة أصلاً بالشارع ولا بالمواطن ولا بهمومه ولا بثقافته. يعني حتى ناس شغالين فيها مرات بتلقاهم بعيدين حتى في لهجتهم، ما بيشبهوا لهجتنا السودانية المحلية. حتى هم ذاتهم لما سألتهم مثلاً عن حاجات في مجتمعنا ما بيعرفوه. دي يمكن حاجات خطرة جداً. لكن بصورة عامة إذاعة الإفم فيها الإيجابي، فيها الصالح، زي ما في الطالح في الصالح بصورة اللي عنده رسالة تجاه المجتمع. نعم. يمكن نجح وقدر عمل أرضية، عمل مستمعين كثيرين جدا. نعم. وقدر من خلال الأرضية العملية قدر قدم. أنا ما داري أخصص لي إذاعات عشان ما تكون حدا بتعرف إعلان لهم. نعم. طيب أنا حاولت يعني أغطي معاك الصحافة بكافة أشكالها، وسيدنا تكلمنا عن الإذاعات، وطبعا عندنا إذاعات عندها قدسيتها يعني. نعم. زي الإذاعة الأم هنا أم درمان. نعم. الإذاعة القومية اليوم التحية طبعا، ودي احنا دايما بنقولها لان هي الاساس. الاساس. نعم. وهي اساس العمل الصحفي. نعم. الملتزم. هي طبعا هي المحنة وهي العنوان وهي الموثقة لثقافتنا السودانية. أيوة. لكل الخطب الكبيرة للرؤساء. نعم. لغير للشخصيات والاستضافات الكبيرة، وهي اساس لإذاعات اخرى في الوطن العربي. نعم. تعلموا العرب منها، حتى الناس المؤسسين لإذاعاتنا دي يمكن هم علماء على مستوى العالم. صحيح. يعني صحيح. حتى يمكن في الخليج الان. صحيح. وكتاباتهم تدرس في الجامعات. اهله بيتباهوا بانه الخليج مش بعيد جدا، احنا لو جينا الاساس وراه السودانيين. صحيح. للاسف الكبير. صحيح. لكن احنا ما استفدنا منهم، استفادوا منهم الغير. صحيح. يعني هم اثرهم عندنا نعم موجود، لكن ما بصورة المطلوبة، ما زالوا الآن هم موجودين أحياء. نحن لو مثلاً لو مثال بسيط البروب على شومه. صحيح. له دور كبير جداً في. صحيح. حتى في مصر القريبة دي. صحيح. الناس بتكلم عن مصر مثلاً هي أم الدنيا وهي أهل الإعلام. صحيح. على شومه عنده وضعه في الإمارات. على شومه يمكن من أسست المؤسسين للتلفزيون. صحيح. في دولة الإمارات. صحيح. ما زال موجود بيننا، لكن للأسف الكبير نحن خبراته حينبيع بس لسه ما استفدت منها بالصورة المطلوبة. ما طبقناها لحاجة عملية لأنه إحنا درسناها في الجامعات المنشورات بتاعته كمناهج. كمان عايزين نتكلم عن التلفزيون. نعم. ودائما نحن في السوشيال ميديا بيقول لنا انتم التلفزيون عمل شنو، فبتخيلوا انه العمل التلفزيوني ده موضوع سهل. فعايزاك تتكلم لنا عن يعني التلفزيون والتكاليف الباهظه جدا للاشتراك في الاقمار الصناعيه وعدم وجود دعم من المؤسسات المختلفه للعمل اللي هو الصحفي التلفزيوني. والله احنا برضه زي ما قبل مثلا بدينا في بالاذاعه الام. نعم. هي العنوان وهي الاساس ل السودان. نعم. على مستوى الإعلام برضو نحن نتكلم عن التلفزيون القومي نقول هو الأساس. أنا أفتكر إنه إحنا أنا شخصيا كمواطن ما راضي تماما عن أداء التلفزيون السوداني يمكن أقول. نعم. لأنه الأداء ما بنفس ما بذات الطموح. نعم. حق المواطن السوداني عموما. نعم. أنا جزء من المواطنين، جزء من الشارع. الناس كانت بتتوقع وضع أفضل حتى يمكن بعد الثورة بعد التغيير. الناس كان بتتوقع. نعم. إنه يكون في تغيير أكبر. لأنه هو في نهاية تلفزيون رسمي، ده تلفزيون الشعب السوداني. نعم. مدعوم من مال الشعب السوداني، من المواطن البسيط هو اللي بيدافع الضرائب، هو اللي بيدفع لك مرتبات العاملين، من المدير الغفير.
ما في رضا عن التلفزيون، عشان كده يمكن اقول لك ما قدر واكب النقله اللي حصلت حوله. في قنوات خاصه جات يمكن مشت بصوره كبيره جدا. انا افتكر انه حتى على مستوى الاهتمام الرسمي بالتلفزيون المفروض يكون اكبر واعمق. نعم. على مستوى التحديث الاجهزه، تقدير العاملين، الالتزام بالمرتبات. نحن في سابق يمكن نشوف المرتبات يقول لك نحن 6-7 شهور ما اخذنا مرتبات. نعم. التلفزيون الرقمي ده برضه هو ده البوابه بتاعت الاعلام السوداني. نعم. انا ما بتكلم عن القنوات البسيطه. بالنسبه للقنوات الثانيه يمكن انا والله بحييهم كل القنوات الفضائيه السودانيه الخاصه، بحييهم لانه بيشتغلوا في ظروف صعبه جدا. صحيح. في ظل كلفه باهظه. انت الاشتراك في القمر الصناعي الان في ظل ارتفاع الدولار العالي بصوره جنونيه. صحيح. يمكن في اليوم بيزيد 3-4 مرات. صح. برضو ما زالت بتصمد بتقدم خدمه للمواطن. الدولار اللي بيزيد بالاشاعه، بيزيد بالاشاعه وبينزل بالاشاعه. أيوه. بينزل باشاعه وديعه، بيزيد اشاعه وديعه انه بينزل. وبتشتغل في ظل ندره. نعم. الاعلان المجزي دي برضو حاجه مؤلمه جدا. نعم. انا افتكر انه ابسط كان تقدم الحكومه نعم. للقنوات الخاصه يمكن ترفيدها بالاعلان. صحيح. عشان تقدر يعني بالاعلان ده انا عندي رسالة. نعم كان عندي محور، لكن احنا تقريبا زماننا انتهى وعندي سؤال مهم جدا. ما بين العمل الاعلامي، ما بين ارضاء الحكومه والانحياز الى الشارع في دقيقه يا استاذ معوي. والله يمكن اقول لك نحن دائما الناس بيكونوا في المؤسسات الاعلاميه بيجوا بواسطه الحكومه للاسف الكبير. عشان كده يمكن الواحد بيكون رغبته الاكبر انه يرضي الحكومه، ودي الكارثه. هنا ده نحن لو عايزين انت لو عايز ترضي الشارع وده تعكس مشكله المواطن ما حتستمر. انا زي ما قلت قبل يمكن يقرصوك بالاعلان. يعني قنوات كثيره جدا زي ما زمان كان بيقرصوا الصحافه الورقيه بالاعلان، برضه يمكن الان بيقرصوها بالاعلان من خلال ملحقات ثانيه ما تقدر تواصل بالصوره المطلوبه. عشان كده ما بتقدر انت تعدي رسالتك الحقيقيه انك انت تجيب جانب المواطن البسيط وتعكس مشاكله للجهات الرسميه. عشان كده يمكن انا عبركم بنقول للجهات الرسميه انه يساهموا بصوره كبيره جدا في دعم القنوات الرسميه والغير الرسميه الخاصه، لانه دي العالم كله بشاهدها. دي 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 بتعكس ثقافه السودان وبتعكس الصوره الاعلاميه عن السودان وعن انسان السودان. وبعدك انت بيدعينا منها بتسهم معاك في اداء رسالتك الإدارية تجاه هذا الوطن الكبير. نعم احنا سعدنا جدا بك استاذ معاويه الجاك الصحفي ومقدم البرامج الرياضيه ايضا لهذه المساحه عبر تريند، وكمان للجرعات الكبيره من الصراحه اللي انت قدمت علينا. لا الله يسلمك. نتمنى انه ما يكون في مؤسسه زعلت. هو غير صراحه ما بتكون في حل. لازم تكون واضحه. نعم. لانه ما في الدزاز ده لمتين. صحيح. شكرا جزيلا لك. شكرا.